اكثر مسلسل اتعرض على قناه كارتون نتورك، ودي بقى هي الحلقه السادسه منه واللي فيها تشوف بعينك جريمه قتل بتحصل قدامك بيرتكبها اورل. يلا بينا نبدا. بسم الله. بتبدا الحلقه السادسه من مورال اورل لما كان اورل موجود في الحمام وتقريبا كان بيعمل رقم 2 والريحه كانت بشعه وهو ما كانش حتى مستحملها، ففكر ان هو يدور على بخاخه معطر الرائحه وفعلا لقاها في الدولاب، ولما طلعها وجه رش منها رشت بالغلط جوه عينه. طبعا عينه اتاذت جدا من اللي حصل، واثناء ما هو بيتوجع امه بتخش على صوته فبيقول لها انا بكره البخاخه ديت. امه طبعا احنا عرفنا من الحلقات اللي فاتت ان هي عندها وسواس قهري للنظافه، الموضوع كان بيوصل بيها ان هي اوقات بتنظف الادوات بتاعت التنظيف، فساعتها امه بتقول له لا ما ينفعش انك تقول كده، ما ينفعش تقول انك بتكره البخاخه، وبدات بقى تفسر له الموضوع بطريقه غبيه جدا وهو ان الرب موجود في كل مكان، ومن ضمن الاماكن بقى اللي موجود فيها موجود جوه البخاخه، فانت ما ينفعش تقول انك بتكره البخاخه. طبعا انا عارف ان هو تفسير غبي، ولكن يعني تخيل ان هي قالت كده ومورال اصلا انسان غبي جدا لابعد الحدود. لو انت ما شفتش الحلقات اللي فاتت فانت مش هتكون فاهم انا اقصد ايه، بس انت هتشوف دلوقتي ان هو بيطبق كل حاجه بيسمعها بشكل حرفي. بيطلع الاول اوضته وبيقعد يصلي شويه عشان يكفر عن اللي قاله، وبعدين بيروح على المدرسه والميس بتاعتهم اللي انا قلت في الحلقه اللي فاتت انها كانت بتشرح لهم تاريخ او جغرافيا بتساله سؤال في التاريخ وبتقول له الحادثه دي حصلت امتى؟ قال لها الحادثه دي حصلت سنه 1776. قالت له لا التاريخ ده غلط. قال لها ما فيش حاجه اسمها كده، مش اسمها غلط. ليه بقى؟ لان هو خد بالك ما اخذ الكلام من امه. قالت له الرب موجود في كل حته، فاكيد الرب موجود جواه، فمعنى ان انا بقول اي حاجه طالعه من جوايا يبقى استحاله تكون الحاجه دي غلط لان الرب هو اللي قالها. انا عارف انك ممكن تحس ان المنطق ده غبي، بس بالنسبه لاورال ده اكتر حاجه منطقيه في الدنيا. بس صدقني هتصدم بقى في كميه الحاجات الموجوده في الحلقه ديت. الموضوع مش بالتفاهه اللي انت ممكن تكون فاكرها. المدرسه لما بيبتدي ان هو يبجح فيها بتقول له روح للمدير عشان يعاقبك، فهو بيخش عليها دخلت انا كبير مات ولا مدير ولا مش مدير، فبيسيب لها المدرسه وبيمشي لان هو دلوقتي متيقن ان اي حاجه هو بيعملها الرب جواه وهو اللي قال له يعملها. بعد ما بيسيب المدرسه بيبتدي ان هو ينزل يمشي في الشارع وبيقابل في سكته ظابط. طبعا الظابط فاكره من الحلقه الثانيه لما خلى كل الستات بتوع المنطقه حوامل، فالظابط بيقول له انت بتعمل ايه يا ابني في الشارع؟ انت مش دلوقتي المعامل بتاع المدرسه بتاعتك؟ ولا شغل باله بكلامه وكمل ماشي. بعدين راح على محل او عربيه واقفه بتبيع سوسيس، فبعد ما جه ياكل السوسيس قرف منه كده وقال لنفسه لا مش معقول الرب يبقى جوايا وانا اكله الاكل دوت. وبعد ما بيكمل ماشي بشويه بيقابل في سكته القسيس اللي كل حلقه بيديله النصيحه اللي بتوديه في داهيه، فلما بيشوفه بيقول للقسيس تعالى وطي نضف لي الجزمه بتاعتي. ما هو بقى فاكر ان الرب جواه، وبما ان انت القسيس فانت خادم الرب انزل بقى امسح لي جزمتي. القسيس الاول بيقول انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش اعمل حاجه زي كده طبعا. لكن في الاخر القسيس فعلا بيوطي وبيمسح له جزمته، بس الولد اقنعه ان الرب جوايا وانت خادم للرب، وطي بقى. ولما بيكمل ماشي شويه ناحيه الكوبري بيلاقي راجل عايز ينط وينهي حياته، لكن الراجل للاسف لما جه ينط لقى البحيره متجمده ونزل على رقبته اتكسرت، الاسعاف جت وشالته وودته على المستشفى. وبعدين اورال قعد يفكر طب ما انا ممكن اروح المستشفى واساعد الناس اللي محتاجه الشفاء بالقدره اللي موجوده جوايا مش الرب جوايا. وفعلا بيروح المستشفى، واول ما بيخش بيلاقي واحد من الدكاتره كان قاعد على كرسي متحرك، واضح ان هو كان لسه مخلص عمليه او جراحه وراه وقاعد يعني بيرتاح. المهم راح هو داخل عليهم فكر ان ده راجل مشلول، فبعدين جه بيلمسه والراجل بعدها قام بشويه مشي، وما كانش تعبان ولا حاجه اصلا ده كان دكتور. بس هنا بقى اورال قال لك بس انا واضح ان انا فعلا مدد يا سيدي مدد وقدرتي على الشفاء شغاله. قال لها خلاص انا دي مهمتي اساعد الناس بقى من النهارده. لحد ما هو ماشي بقى في المستشفى بيبص على واحده من الاوض، وهنا بقى الكارثه وركز في دي، بيلاقي فيها واحده ست عجوزه وتعبانه جدا، الست حرفيا بتتعذب من الالم. وهنا بقى لما بيخش للست وبيبقى بيحاول يساعدها بتقول له لو انت عايز تساعدني افصل عني الاجهزه، القصد كده عشان يعني خلاص تموت. فاورال بكل الغباء اللي جواه راح رايح وفصل عنها الاجهزه، والست في ساعتها اخذت استماره سته من الدنيا. الانذار بتاع قطع الاكسجين او اللي هو بيخلي لما يكون في مريض حصل له حاجه او مات الممرضين بتوع المستشفى يجوا اشتغل، والممرضه لما جت لقيت الموسيقى اللي الواد عملها الولد فصل الاكسجين عن الست الكبيره والست خلاص تعيش انت في ذمه الله. ففي ساعتها الممرضه مش عارفه تعمل ايه، راحت طبعا متصله بابو اورال. الغريب بقى ان الممرضه كانت ماشيه عافيه في المستشفى، دي حاجه انا ما فهمتهاش الصراحه يعني. طبعا ابو اورال لما بيوصل وبيلاقي عمل المصيبه اللي عملها بيقول له تعالى هاخدك على اوضه الدراسه. الاوضه اللي هو فيها طبعا بنلاقيه كل مره بيربط الحزام، واورال عمال بيدعك التوته بتاعته مطرح الضرب اللي اخده، وبيقول له يا ابني اللي انت بتقوله ده ما ينفعش، ما فيش حد ينفع ياخد دور الرب غير الرب او الحكومه. انا مش عارف ليه قال له، ما هو برضه الاب خد بالك الاب اغبى من الابن بكتير، يعني الاب بيديله النصيحه دايما الاسوأ مش النصيحه اللي تصلح خالص. فمورال بيقول له انا كنت عايز اريح الست، بس قال له يا ابني ده مش فاهم، الرب بيخلي الناس اللي زي دول يعانوا اكيد عشان هي كانت بتعمل ذنوب في الدنيا. طبعا دي مصيبه اكبر يعني ان هو يقول كده للولد الصغير، وبيقول له اكيد هي ما كانتش بتصلي او بتعمل ذنوب او حتى كانت بتحب واحده ثانيه، والقصد هنا ان هي كانت الوان يعني، فده كان العقاب اللي هي تستحقه من الرب. دي كانت الحلقه السادسه، والحلقه الجايه بقى صعبه 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 يعني، وهتشوفوا فيها كميه عنصريه غير طبيعيه بالمره. كان معاكم محمود زايد ودي كانت اول حلقه باللوكيشن الجديد، وما تنسوش اخواتنا في غزه الدعاء بتاعكم وبس كده. سلام.